السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة لما السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين نتوقع استمرار الرطوبة النسبية خلال الأيام القليلة القادمة. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت. أجواء حارة والرياح شرقية سرعتها 13 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 35 درجة مئوية. الرطوبة النسبية مرتفعة نوعا ما 55%. رؤية أفقية جيدة تزيد عن 10 كيل، ولكن منتوقع انخفاض في الرؤية الأفقية خلال الليلة وأيضا بسبب الضباب الخفيف على بعض المناطق. صورة الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، وأيضا لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي اللي مأثر علينا ومأثر على شبه الجزيرة العربية. وأيضا أعزائي المشاهدين منتوقع تطور منخفض المداري على شرق بحر العرب خلال 24 ساعة القادمة متوجه إلى سواحل عمان. بالنسبة للطقس الليلة أجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة متوقع في منتصف الليل على المناطق الساحلية ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية السالمة والشقاية 29 درجة مئوية. باكر الظهر طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وأيضا الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقع في مدينة الكويت 42 درجة مئوية. الأحمد والخيران ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفجر في الساعة 4:17. بالنسبة لشروق الشمس في الساعة 5:37. أما غروب الشمس في الساعة 5:45. الطقس المتوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله في مدينة الكويت ابتداء من الغد حتى يوم الأربعاء استمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 26 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين الرطوبة مستمرة حتى يوم الجمعة خاصة على المناطق الساحلية والأجواء حارة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية. يومي الخميس والجمعة تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية رياح الكوس خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 24 كيلومتر في الساعة. وأيضا نتوقع أن تزيد الرطوبة ابتداء من يوم الخميس ويوم الجمعة. أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم.